عندك نصائح لكيتلين من أي ناحية؟ تكلمت عنها كثير كيتلين في أنيميشن كانسل صح؟ ولا نزل هذا فيديو ميكانيكيات كيتلين يعني. أنا آسف خليتك تعيدها. لا لا أعيدها كثير. أصلا أعيدها كل يوم يعني. فيرجن 2 ميكانيكيات لكيتلين. إيوه لأن كيتلين تغيرت دحين. الأساسيات محطوطة في الفيديو الأول. إذا شفت الفيديو الأول حقي المفروض فيها الميكانيكيات. إذا ما شفته شوفه أرجوك. وهذا حيكون برضو تكملة. وين ياسوا ميكانيكس بليز. I don't do Yasuo shit. And I know you're joking, but I will respond like I am responding to a normal human being. يا أخي, I don't understand what people think when you say I respond to a normal human being. Being abnormal is great, man. Being normal is dull. أنا لما واحد يجيني يقول لي يا أخي you're not normal, أقول له yes. قلت حتى لو بيسبني. We are the people that our mothers warned us about. دي مثلا يقول لك وأنت نازل الشارع أمك تيجي تقول لك أنت أبي من الناس المجانين. I am one of those people. أنا اللي أمي كانت تقول لي أبعد عنه. Yeah, it's fun. طيب حبيب نبدأ. كيتلين بغض النظر عن البلد اللي أنا باني. أوكي. كيتلين من الشامبيونز اللي 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 أي إيلو ممكن يلعبه. أوكي. ما حقول لك إذا أنت لو إيلو لا تلعبها لأنه بالعكس إن لو إيلو في برونز وسيلفر وهذا حتى لو لعبتها وأنت ما تعرف تسوي ميكانيكياتها زي الناس الأوادم. You will do well عشان الرينج حقها على رينج ADC في الـ early game. يعطيك advantage وفرصة انك تتضارب مع اي احد تسويه حتى لو ما بتسوي اي شيء من حاجاتها صح زينا. انا برضو من الناس اللي اجيب مشاكل في كيت لسه مرة كثيرة بالذات في الـ W حقتها لانو كيت is all about how you put الـ W حقتها فين تحط الـ W حقتها ومتى وكيف تستخدمها زي الناس الأوادم ومتى ما تستخدمها و how do you zone with it and how you not zone. بس عامة نبدأ اول كومبو مرة بسيط EQ اي ورا كيو على طول طبعا بعدها اوتو عشان الباسيف حق دي ممكن نفس الشيء احنا دائما الانيميشن كانسل كلمه انيميشن كانسل انا شرحتها قبل كده اللي ما يعرفها يروح يشوفها في فيديوهاتي فكره في الانيميشن كانسل بدل ما تضرب اوتو بعدين تستنى الاوتو تخلص تضرب حاجه ثانيه ممكن تكنسل تسوي ابيليتي ولا تسوي فلاش ولا تسوي حاجه تكنسل الانيميشن كانسل حق يدها كامل وفي نصها تضرب ضربه ثانيه ممكن تسوي كومبو مرة بسرعة أسرع كثير من أنك أنت تستنى هو كل حاجة يسويها ولازم تتعلم الأبيليتيز اللي تسوي لك أنيميشن الأبيليتيز حقت كيت اللي تسوي أنيميشن كانسلز مرة كثير يمكن 13 ولا 14 خلينا نعدها سوا هنا مع بعض فواحد أوتو إي طبعا نفس الشيء أوتو كيو أوتو دبليو شايفين الدبليو نزلت والأوتو لسه بتنطلق مظبوط واحد نفس الشيء أهو أوتو إي أوتو دبليو أوتو دبليو أوتو اوتو كيو اوتو دائما نبغى نسوي اوتو قبل كل ابيليتي مع كيت دائما اوكي بعدين اوتو اي كيو اوتو اي كيو ممكن تسوي اي دبليو بالدبليو نزلت ممكن تسوي اي دبليو كيو واحلى شيء برضو سووه في الباتش اللي فات لما سووا فيكست البيك حق الماشين للبق حق الماشين جن صارت اول كان لما تضرب مثلا اي ودبليو كان لازم تضرب اوتو بعدين دبليو اوكي الحين الاي والدبليو يستكوا في بعض فتقدر تسوي تو اوتو اتاكس يعني اي دبليو حطيناها مع بعض اديك تو اوتو اتاكس تقدر تستفيد منها اول كان لا اذا مثلا حطيت الاي وبعدين الدبليو واحد منهم تديك الامباورد اوتو اتاك الثانيه ما تقدر هذه اللي ما تزبط معاه يعني الين 130 ام اس الين 130 140 كانت تزبط معايا فاذا ما تزبط معاك ما بتضغط الدبليو بسرعه يعني اسهل شيء تسوي اي 1000 دبليو بعدين كيو اوكي حاول تسويها قد ما تقدر طبعا لازم تكون في الرينج لا تنسى ان الرينج حق الدبليو نفس الرينج حق الاوتو اتاك انت لو هنا تبي تسوي هناك ما حتقدر حيجيبها في الاخير في الطرف اوكي لازم تكون في الرينج حقها وهذه البيسك هذه البيسك ابيليتيز اوكي يعني لين دحين احنا نتكلم على يعني اقل شيء تسوي لو انت برونز ما ابغاك تسوي ولا شيء الا اوتو اي اوتو للناس اوتو دبليو اوتو واوتو كيو اوتو وإي كيو أنا راضي عنك بعد كذا إي دبليو كيو لازم تتعلمها ولازم تتعلم إنه ممكن تسوي إي هنا وكيو في جهة تانية أوكي يعني إي وكيو هناك في جهة تانية أوكي وهذه واحدة من الحركات اللي أسويها أنا تحت التاور هنا أجي أسوي إي على هذا وأضرب كيو الثاني هناك نجي نسوي في واحد هنا مثلاً أوكي تدي واحدة كذا تضحك على الثانية تبغى تضحك عليه شايفين فلا تنسى الشغلات هذه نفس الشيء برضو كيو حال ما تبغاها بعد كده عندنا الفلاش انيميشن كانسل هنا تبدا موضوع الصعوبه في اول شيء هذا اللي هو طبعا دائما لما اقول انيميشن كانسل بفلاش يسوي الابيليتي بعدين فلاش الناس يحسبوا فلاش بعدين ابيليتي في فرق بين فلاش بعدين ابيليتي وابيليتي بعدين فلاش شفت الفرق في السرعه حقتها كيف هذا حينتبه لك حيقدر يسوي فلاش يلحق بس لو سويتها زي كده ما حينتبه لك
لانه you're doing it really fast. مزبوط. What you want to do عندنا flash E. واحد بيجري منك شايفينه مره بعيد عني واوتو واحده ما تقتله. يعني اقدر اسوي فلاش اوتو بس الاوتو ما تقتله, اسوي له فلاش اي طبعا كيو, وتقدر تسوي اي فلاش دبليو كيو تسوي الكومبو حقك كامل. فهنا تبدا ماشي الكومبوهات تزيد وتصعب. اي فلاش دبليو كيو او اي فلاش دبليو ورا كيو نفس الشيء. طبعا انا عشان يزبط معايا الاي فلاش انا استخدم اصبعين. في حاله ابغى اسوي اي فلاش اللي هو زي كذا اسوي اصبع, استخدم الاي بالاصبع هذا والدي, انا عندي الفلاش في الدي بالاصبع هذا. لانه لو سويت اي وفلاش باصبع واحد ما تزبط دائما معايا, احيانا اتاخر فيها. بس في برضو انيميشن كانسل ثاني احيانا احتاجه لما ما ابغى ارجع لورا ابغى اقدم على قدام. اسوي زي كذا اقدم على قدام تضرب الباسف مزبوط. مو هذا, هذا كيف تسوي؟ تسوي الاي بعدين تستنى شوية عشان تبى تكون قريب منه تبى تلحق وراء. حلوين الاثنين لها أماكن ولها مناطق. في ناس يحسبوك لو سويت هذه أحيانا فيلت, طبعا أحيانا فيلت فعلا, بس في أوقات لا نتقصد نبغاها, أبغاها أبغى أقرب أبغى أسوي إيه بعدين أبغى أقدم قدام. حلوين. فهذه الأنيميشن كانسل حق لي نفس الشيء. دبليو فلاش في أنيميشن كانسل نفس الشيء رايت, نفس الشيء في كيو فلاش. كيو فلاش الكيو حقها مو زي الكيو حق إز. إز محل ما تفلش الكيو ينطلق منه. إيت لا, إيت الكيو ينطلق من محل ما أنت فلشت, مش المحل اللي أنت وصلت له. أوكي أطلقتها من هنا وفلشت. هذا دائما أسويه زي كذا وأنا بجري من واحد تمام. وطبعا لا تنسى تقدر تسوي كل حاجة, تقدر تحط دبليو وأنت بتفلش, تقدر بعدها تسوي إيه طبعا. واحد الدبليو انت جاري على ورا, واحد جالس يجري وراي يا عيال هم زحمه لقينا زي كده, بعدين نكمل 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 وهكذا. اوكي هذه الانيميشن كانسل حقت الدبليو والاي والكيوب بالفلاش. برضو نفس الشيء في الالتي. الالتي فيها انيميشن كانسل او يعني بالالتي لو سويت فلاش مره بسرعه يعني متاخر بعد الالتي هيكمل. ايش بيسوي؟ هيكمل. واحد جاي بيضربك هنا سويت التي بسرعه فلشت حيكمل. لو سويت التي بعدين اتاخرت الفلاش حيكنسل الالتي حق. لا تنسى سرعه تيجي سرعه تيجي سرعه تيجي متاخر. فالناس بيضربوا هنا سويت التي تبى تبعد من بدري سويها ما تتاخر زي كذا. اوكي حلوين حلوين هذه مزبوط. لازم قبل ما تنزل يدها عشان تكمل الالتي مزبوط. على طول عدينا وانتهينا. واحد لين دحين هذه كلها لينير. كم واحد عديناهم يا شباب افتكروا معايا؟ واحد واحد اثنين اوتو ثلاثة اربعة اي كيو اي دبليو كيو خمسة اي فلاش الاولى اي فلاش الثانية دبليو فلاش كيو فلاش. لين دحين وصلنا سبعة او ثمانية. بعد كذا طبعا الالتي تسعة. بعد كده عندنا الكومبو العظيم. في كذا كومبو مره طويل خلينا نطالع فيه مع بعض. طبعا انيميشن كانسل لا قبلها لا هتكلم عن انيميشن كانسل الضروريه الثانيه اللي هي شويه صعبه لما يكون قدامك اكثر من لما يكون قدامك مينيونز. لو ما في مينيونز تزبط معك. كثير ما يعرف الانيميشن كانسل هذا, انا دائما اشرحه في ستريمي اعيده مره ثانيه. لما تضرب دبليو هنا وستك تقدر تسوي زي كذا. شايف كيف سوى تو اوتو اتاكس كانها في نفس الوقت. ستك اضرب في الارض وفي الارض في الارض. لازم اتاك اون موف يا عيال. لو سويتها على الشامبيون شوف لو سويتها على هذا بعدين هذا حيتاخر تاخذ الانيميشن كانسل حق يده كلها. فلازم ها هذا في الارض اوتو اتاك اون موف. ما تشتغل عن اوتو اتاك الا اوتو اتاك اون موف واوتو اتاك اون كليك, غيرها ما تشتغل. اوكي فضروري تفهمها. واحد واحد اثنين طبعا بعد ما تستك. حلوين ضروري. هذه لما نبدا الشغل يصير صعب. ما هو جليتش, this is how it's intended to be. هذه هو كذا عاملينها في الشباب. لانه مو بس الدبليو الاي نفس الشيء, الاي نفس الشيء نفس الفكره. what the fuck am I doing. اي نفس الشيء نفس الشيء نفس الفكره. طبعا لو سويت اوتو بعدين اي اوتو ما تقدر. لازم هنا اهو واحد اثنين شايف الثانيه كيف راحت. نفس الشيء على هذه الانيميشن كانسل مخصوص بكيت. ما هو جليتش انتندد وعاملينه مقصودين. وبعد ما شالوا
الانيميشن كانسل المشاكل حقت الماشين جن، حطوا هذه انستد عشان يخلوا اهل كيت يعني الناس حقون كيت الكويسين اللي يعرفوا يلعبوها كويس يستغلوا الموضوع هذا. اي طبعا خلينا نجيب هذه هنا. اي اوتو اوتو اي طبعا لازم الاوتو الثاني يكون في رينجك. فدائما تشوفني اسويها لما يكون سويت اي على واحد وفي مينيون جنبي او في واحد ثاني السبورت جنبي وصقعت اي على الاي دي سي، اقوم اضرب السبورت والاي دي سي في نفس الوقت الا دخ يعني السبورت الاي دي سي عنده فلاش ويبغى يفلش الحق. بديها واحد اثنين على طول. طبعا اقدر اضرب اوتو اتاك امباورد او نان امباورد ببلاش، لازم نستغلها. اللي يبغى يلعب كيتلين زي الناس الادم لازم يتعلم على الشغلات هذه عشان انت تستغل الشامبيون هذا صح. بعد كذا عندنا كومبو شويه طويله شباب، افتكروا معايا دبليو بعدين كيو، دبليو في نص الكيو اي بعدين دبليو في نص الاي. اوكي هذا ذا لونجست كومبو حاليا عند كيت، نطالع فيه. اوكي واحد شايف نزلت ترابين، واحد بعد الكيو، واحد قبل الكيو، واحد بعد الكيو، واحد بعد الاي في نص الاي في نص الكيو تقدر تنزل تراب. هذه من الانيميشن كانسلز اللي سويناها في البدايه. ما اول ايش سوينا؟ سوينا اي دبليو وسوينا كيو دبليو مظبوط. نفس الشيء هنا دبليو كيو دبليو تحت دبليو تحت. طبعا وانت راجع تبي تشرب من احد تقدر تحطها وانت راجع. انا العاده اسويها لما يعني صدنا واحد واحد دبليو ورا واحد دبليو قدامه، واحد ورا واحد قدامه، واذا هو كان يرجع على ورا يقوم يقتله، اذا كان بيجي عليه اذا هم داخلين علي تيم كبير تقوم نفس الشيء كيو واحد هنا ايش هذا ضيعت واحد واحد هنا اهو واحد هنا نفس الشيء نفس الطريقه. فهذا اطول حاليا اطول كومبو على كيت ان تيرمز اوف. طبعا لا تنسى الاوتو بتوين كل واحد منهم اوكي. فاوتو كيو دبليو اوتو دبليو ثاني كيو دبليو اي دبليو. طبعا الاوتو بتوين كل واحده لا تنسى اوكي. انا كل مره بقولها غلط دبليو كيو. طبعا واحده من الحاجات الضروريه اللي كثير ما يعرفوها ايش سويت لو سويت الدبليو، احسن ما تسوي اوتو سوي الدبليو يعني اذا الدبليو تحت اول شيء يسوي كيو بعدين اوتو عشان 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 ما يقدر يشرد. لانه لو مثلا لو هو سويت الدبليو تحت وبعدين ضربت اوتو وبعدين جيت تبغى تسوي كيو يقدر يفلش من الكيو حقتك. احنا ايش نبغى نسوي؟ الانيميشن كانسل حق الكيو اوتو نضرب احسن اوكي. فنعيدها ثاني الكومبينيشن نزلنا الدبليو حنسوي كيو دبليو اي دبليو ثاني شايفين؟ هذا احسن كومبو حاليا لديت. وبكذا اكون نسيت الكومبو الكامل القديم حقها انا نسيت معليش فكرتني ثانك يو. في كومبو اللي هو الاي دبليو كيو كيو التي كمل يعني نسيت الالتي كومبو القديم كلنا الاي كيو التي نسيت امه. هذا اي دبليو كيو اوتو اوتو التي نسيته زمان. هذا الكلاسيك كومبو بديها اي كيو التي واحد اوتو خلاص يس. هذا الكلاسيك شايفينه جيتو يبغالي اضيفه على على شو اسمه الكومبو ليست اللي نسيت. اي كيو التي تجي الاوتو حقتها اي كيو التي لازم ما تتاخر جيبه ابا ابا شو اسمه تجي الثانية حقتها بسرعة شايفين. حتى دبليو كومبو التي تشتغل معه بس it's very dangerous. بل إذا سويتها بسرعة هتقدر تسوي الأوتو حقتها جات بسرعة. شايف الأوتو اللي ورا الالتي جات مرة بسرعة نفس الشيء. خلصت كيت in terms of mechanicals. فعشان كده يقولوا لي كيت سهلة ليش تلعب الشامبيون هذا؟ الشامبيون هذا اللي يسوي اللي 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 يو ماستر ات. الفرق بين اللي يلعب الشامبيون هذا هو برونز وهو تشالنجر.